من أغنية مرة تانية لفرقة غزل. أنا المغني ميرس أكرم منصة. أنا فراس نداف بعزف كتارة. أنا ويليام ملان عازف درامز. وفي معنا كمان عازف البيانو فراس مطر وعازف الجيتارة باس طارق خطيب. إيه طبعاً بمشروعنا اللي قبل ما نبدأ فيه كل واحد كان منا مشغول بمشروعه الخاص. وبشي مرحلة كنا من زمان متواعدين يعني نعمل إشي مع بعض أنا وميري، وكان دائما في كنا أصحاب من قبل يعني. فلما أجا الوقت حسيت إنه أوكي صار في ممكن يكون في مجال فراغ لمعي لمحل فوت فيه مشروع غزل، حكيت مع ميري اتصلت لها قلت لها شو رأيك كذا كذا، أجا الوقت نعمل إشي مع بعض وأنا رديت عليه. وكنت بهاي الفترة بحاجة إنه أبلش إشي جديد واللي فيه إنه إحنا نطلع القدرات يعني يعني أنا حابة كتحبت هاد الفكرة كتير، لأنه هنا إحنا بدنا نلحن، بدنا إحنا نعمل أعمال خاصة، نكتب كل أعضاء الفكرة على فكرة بتكتب وبتلحن وكل الموهوبين إن شاء الله. مرة في بيت لحم قبل شيء أول عشر سنين، وعرض علي فكرة إنه المشروع اللي استعملناه اللي هو غزل، وأكثر شيء شجعني إنه أفوت على الفرقة إنه كلنا بنلحن وبنكتب، وهذا حسيت إشي جديد علي يعني، وكتير تحمست لأنه ممكن أعمل إشي غير عزف الدرامز اللي هو كتابة كلمات وتلحين، وهذا إشي لقيته بالفرقة وكتير حبيته. هذا البوش اللي موجود بالفرقه اللي ما كانش فيش حدود يعني، كل واحد اللي بيقدر يعطيه كل واحد بيعطيه من عنده، ما فيش يعني هذا وظيفته بس هيك هذا وظيفته بس هيك. فانا تفاجأت لقديش عزفت مع فرق تاني كمان، يجي مثلا ويليام لانه هو درامر كان يعني، ده بعرف كمان كثير درامر اللي خلص هو انا آلتي اللي هي آلة الايقاع، لانه بعزف على الدرامز بعرف ايش ثاني اعطيه الغنويه بعطيه الايقاع تبعه. لما اجى لما فتنا بلشنا نشتغل مع بعض، ويليام اجى صار يجيب الحان صار يجيب كلمات يعني، فهمت كيف هذا الشيء كمان شجع ميري كمان صار هو كده. وجود الفرقه نفسه يعني وجود الفرقه بعطينا التشجيع انه نكتب ونلحن يعني، انه في لايش انا اكتب والحن، في وين اروح فيهن وكمان مش بحطهم بالضرور يعني. وكمان سؤال كمان هو يعني دائما زي ما حكيت انه في مهرب معين، مش مهرب هو زاوية خاصة لإلي ولميري ولويليام ولطارق ولفراس مطار، في مطلع طاقات محل طلع طاقات اللي هي نبعد عن شغلنا نبعد عن العيلة نبعد عن خلاص، هاي زاويتنا الخاصة، احنا فننا الخاص اللي هي المحل اللي اسمه غزل، احنا بالغرفة بنعطي نطلع كل طاقاتنا نطلع زي كنا يعني واحد طالع من هيك يعني، ما اعطى روحه طلع منها يعني، فهمت كيف؟ طلع بنفسيه ثانيه، طلع بنفسيه منيحه، كنا بنطلع من التمرين كنا مبسوطين يعني، اذا بنلاقي مرات حدا فايت مثلا بيكون مشغول من شغله من متضايق من العائله متضايق من كذا، بعد التمرين دائما بيكون بيطلع مبسوط يعني، بيكون مطلع كل الطاقات اللي هي موجوده فيه، فهذا كمان لقينا شيء اللي هو هيك يعالج شغلات معينه اللي فينا يعني. وكمان بالموسيقى دائما واحد بيحكي كلمه اللي هي بيحكي شغلات اللي هي بتنحكاش بالكلمات، فهون كمان هذا الشيء اللي بشجعنا وبطلعنا من طاقتنا اللي بنكون احنا خلال الجماعه بتعرفي، الواحد يكون متوتر ويكون كل حياته طبيعيه طبعا في ماشي معه. انا اقترحت اسم غزل
لما حسيت انه لما كنت اعزف حسيت في انسجام بين الالات، يعني بين جيتار درامز بيس وبيانو وصوت مالي هام شيء طبعا. فبعرفش حسيت كانه في انسجام اول مره بحسه بين، يعني من اول مره عزفنا مع بعض كان موجود هذا الانسجام، وكانه يعني حسيته زي انه الالات عم تتغازل مع بعض من اول مره. فطرحت اسم غزل عشان هذا السبب، الكل وافقنا عليه. اسم نغش ولذيذ، اسم بسيط يعني مش حاجه تقعد تتذكر ساعتين شو اسم الفرقه الجديده اللي اسمها غزل. وكمان الاشي ربطناه مع اللوجو تاع الفرقه اللي هو البستوني، اللي هو اجى من زي رهان، يعني ورق الشدة، زي ورقة الشدة بتزتها انت تعرف شو بصير، يا بتربح يا بتخسر. الموسيقى اللي بنعملها بالفرقة هي موسيقى متنوعة، فيها أكثر من خط، مع إنه في آراء كتير بتقول إنه لا لازم تمشي على خط واحد، تلاقي لك الخط وتمشي عليه، بس أنا ضد هذا الرأي، لأنه أنا ضد إنه نحط حالنا بمربع ونسكر، لأنه الموسيقى هو عالم وسيع. صح، ممكن نساوي شرقي، ممكن نساوي جاز، ممكن نساوي بلوز، ممكن نساوي روك، مش مهم قديش ممكن نروح فين، المهم بالآخر الرسالة اللي راح نمرقها، لأنه العالم مليان، فيه مليان أنواع موسيقى، ولكل نوع موسيقى فيه نوع كلمة اللي بتلبق لها. فبنفعش إن إحنا نيجي مثلاً خلينا نحكي على غنوية حب ونعطيها موسيقى صاخبة، وبنفعش نيجي نحكي على غنوية خلينا نقول واحد زعلان من حدا أو إشي وتعطيها موسيقى اللي فهمت كيف، في كل لتنوع كل الموسيقى إحساس، يعني حسب الإحساس تبع الأغنية، فجاك مش ممكن نحصر حالنا بمحل معين. بس طبعاً للموسيقى طاعتنا في الإشي بميزة هو الروح اللي احنا بنعزف فيه، الروح اللي انا بغني فيه، الروح اللي بعزف فيه ويليام، يعني في يعني احنا بهمنا انه لما يسمعونا يعرفوا انه هاي احنا، يعني بدون ما يقولوا انه هذا هدفنا بالفرقه. بالكبير دائما بالاخر الرساله اللي بدها تتمرق من الاغنيه هذا المهم، يعني انا برايها كمان الكلمه كمان نفس المستوى تبع اللحن، واللحن يعني بتغازل مع الموسيقى تبعت الكلمات اللي موجوده عليها، فهذا كله مع بعض بيجي بانسجام واحد. نوع البسيطة يعني مش مهم، المهم الرسالة تاعتنا أي غناء بنعملها مهم شو النوع توصل للناس والناس يحبوها. لا ده هو بيكون إشي كاتشي. الأغنية اللي عزفناها بالأول هي أغنية اللي أصدرناها ونزلناها قبل بجمعة، وكان في عنا كمان دائما خطة اللي إحنا نسوي فيها سينجل كل فترة قصيرة، ننزل سينجل جديد عشان يعني مش راح يكون هوين إنه مرة واحدة فرقة غزل لفرقة جديدة على الساحة تنزل مرة واحدة ألبوم موسيقى جديدة، موسيقى جديدة وتلاقي إنه في عندك ناس عم تسمعك، فأنا الإشي بالنشر كمان بنحاول نخليه سينجل ورا سينجل، كل فترة قصيرة ننزل كمان شيء جديد، يعني احنا بالفترة القريبة راح ننزل كمان السينجل الثاني تبعنا بعنوان اللي فات مات، هي أول مرة نقولها لكم، وإسا اللي دقيناها كان قبل شوي دقيناها كانت اسمها مرة ثانية، كمان لقدام راح يجيكم كثير أغاني، وراح نوعدكم دائما نكون يعني عند حسن ظنكم. صلنا من شهر من أول ستة، يعني صلنا حوالي 5 أشهر، وإسا عم نخطط لكتير حفلات لكتير عروض اللي راح نعمل فيها الموسيقى تبعتنا، واللي طبعاً عم تسمعوها من اليوتيوب اللي إحنا عم نعملها، وفي كمان راح نعمل بالعروض كفرز اللي هي غناني ممكن بالعربي بالإنجليزي المعروفة وكلكم تعرفوها. توزيع تبعنا راح نعمل طبعاً، راح نحط التوزيع تبعنا من هون راح ينطلق المشوار، يعني من هون راح نحط أول خطوة يعني على المسرح، يعني هدفنا كمان مش نضلنا بس على اليوتيوب وعلى الإنترنت.
واهم شيء طبعا بالعروض انه انتم تيجوا، لانه اهم شيء بالحفلات هي الجمهور طبعا. تعالوا حافظين كلمات بالضبط، تعالوا عاملين دروس البيت وحافظين الكلمات والالحان. تمام. يلا. كمان مش عارف نسيت انه افوت. وحدي واقفين. لا اهل بن عم كل شيء يكون عنده هاي الزاوية لمدة ساعتين بالجمعة اللي نعمل فيها موسيقى اللي هي تكون بس خاصة فينا. وين؟ خرب الدنيا وين؟ استنى شوي بدنا نعيد عشان الحان. لا من ناحية صوت. اوكي من ناحية I'm not afraid.